يعني لو واحد صعبة لما حبة، انا طبعا هضرب مثل، قانونيا، طب معلش قانونيا صح. هضرب مثل، لو راجل ضرب مراته كسر لها دراعها تمام. والست دي اتطلقت منه، ما ينفعش بعد الطلاق تروح تقول انا جوزي ضربني وكسر لي دراعي؟ لا، وينفع قبل الطلاق؟ لا بعد الطلاق. لا لا لا، خليها بعد بعد الطلاق، الطلاق، يعني عايز هو خلينا في الحاله دي. لا بعد ما يعني هي اتضربت وهي زوجة بالظبط. وما اشتكتش واتطلقت، ايوه، في مواعيد امتى يعني؟ ما تجيش بعد ما احنا لسه فترة، بنتكلم على شهر. لا ما تجيش بعد فترة، ده تباعد زمني. احنا يعني تتضرب ثانية واحدة بس دكتور، تتضرب يعني تنزل تعمل محضر، يعني تروح مستشفى، يعني تجيب يعني تقرير تجيب طبي. تقرير ما عملتش، هو تقرير ما ما عملتش، المشكلة بس قانون الضرب ورق. بس بالظبط، الاعراض، ما القانون زالت ورق يا ست وليس الكل، أشعة. الاعراض ما زالت موجوده. انا اتضربت وكنت في حاله لخبطه وما كنتش واعي بنفسي. يعني هنا ما تستعينيش لو جايلك حياة برأي طب نفسي، برأي دكتور نبيل أو أي حد من دكاترة الطب النفسي، يبقى مستند كأنه محضر إثبات حالة، مش لازم أبقى انضربت ودراعي اتكسر ولا اتشوهت عشان أثبت حالة. بالظبط. اضطراب نفسي دي أنا قاضي جاية بتقولي لي أنا من شهر اتضربت وده عمل لي اضطراب نفسي، موضوع صعب إثباته جدا قدام المحكمة، والمحكمة تحيل، ما المحكمة راعوا إنها على حياد للطرفين، فممكن تكون طرف بيتبلى على طرف، ممكن تكون الاضطراب النفسي مش بسبب الزوج، فالمحكمة لا انا تعرضها على اقصد ان طب احنا القاضي، نفسي. القاضي ياخد ورق اوراق علشان بالظبط يبقى كده. حاسس ان هو اقصد في ان امان، احنا ولازم تبقى في توقيتها.